استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر قضيبية، حيث استعرض سموهما عددا من الأمور ذات الصلة بالشأن المحلي بالإضافة إلى متابعة المسار التنفيذي في جملة من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين. خلال اللقاء أكد سموهما أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد حققت إنجازات كبيرة ومتعددة في المجالات المختلفة تعززت من خلالها النهضة التنموية وأبعادها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرين سموهما إلى أن التقدم الحضاري في مملكة البحرين ينطلق بذات الزخم المتسارع رغم التحديات. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم مسيرة العمل الوطني وتعمل جاهدة على تحقيق الأفضل وتأمين متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل نحو المزيد من التنمية التي تحقق متطلبات المواطنين وتعزز ريادة الوطن.